ما تجده هو من إيمانك بالله، فلا يبلغ بك الضيق ما ذكرت من 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 أذى نفسي وأذى بدني، بل احمد الله تعالى أن رزقك كراهية ذلك، فذاك صريح الإيمان ومحضه. ثانيا، عليك بالاستعاذة بالله عز وجل وعدم الاستمرار في هذه الوساوس. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوقف عن هذا المسلسل من الأفكار. ثالثا، قل آمنت بالله، وبهذا يصرف الله تعالى عنك هذه الوساوس. أعاذنا الله تعالى وإياك من كيد الشيطان وشره.